طلع وين نايم هاد؟ نحن عم نشتغل طول النهار بالأرض وهو نايم؟ لعم نايم ولا عباله شي؟ كنت تعبان شوي يا بنتي، والله نمت بلا ما أحس. من شو تعبان بالله؟ طول الليل وانت نايم؟ لك رح تصير شايفة من التخت، بكفي نوم لهون وبس، ما عاد فيني اتحملك. استقبلناك عنا كم يوم وتماديت كتير. بس يا بنتي أنا يعني مثل ما بتعرفي. إيه بعرف بعرف، إجيت لتشوف ابن أخوك. خلص فهمنا ليكك، إجيت وشفته وآخرتها معك. كل يوم منقول بكرة بيروح، بس شايفة صار البيت إلك ونحن ضيوفك، لأي ما تحضر متحملتك. قوم قوم بوشك لعند الباب يلا. بنتي لا تعملي هيك رجاءا، يعني طيب قليلي وين بدي أروح بحالي هلأ؟ شو بعرفني وين بدك تروح؟ حكي لك شي كلمة يعقوب. ايه يا عم، مثل ما قالت نحنا يا دوب مدبرين حالنا وعلينا ديون كمان، ما عنا قدرة نتحملك أكتر وما معنا مصاري. طيب ماشي مثل ما بدكن يا ابني، انا لقيتك ولهلأ مو مصدق عيوني. اسمعني يا ابن اخي، بعرف انه عندك مشاكل، بس مين ما عنده؟ اصلا نص هالحياة مشاكل، هيك ماشي الحياة. بس القلب إذا كان صافي ما في شي بيقدر يهزمه أبدا. يلا يا عم يلا، حاش حكي فاضي، يلا روح روح اتفلسف بعيد من هون، روح دب أغراضك ونقلع يلا. روح يلا بسرعة. لك لساتك واقف؟ ألو رفيق، يلا تعال خدني بسرعة. تمام رح أمشي لنص الطريق وانت بتلاقي لي هنيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كاسة شاي؟ تمام يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي شغل لازم روح خلصه. لا هو رايح لأنه أنا أجيت. خليك قاعد لا تهرب، أصلا ما عاد في داعي تهرب مني، خلص ما عاد في إلي ديون عليك. شلون هيك؟ شلون ما عاد في؟ ما عاد في عليك ديون. اللي مو أنت عمك حسان بيك؟
هو إجا ودفع كل شي عليك. كيف؟ شلون دفعون؟ هذا ما معه مصاري. لا وكمان ليش لا يدفع؟ والله أنا ما بيهمني كل هالحكي، أنا بيهمني المصاري. وينو عمي هلأ؟ أنا شو بيعرفني؟ كاسة شاي لهون يا ولد. يلا فورا. يلا صار له 5 دقايق. نورية نورية فورا فورا، لا تصرعيني هلأ. تعالي شوفي شبك عم تعيط. هلأ ما في وقت لأشرح لك نورية، تعي بسرعة لعند موقف الباص. يعقوب شوفي ليش جبتنا لهون. عمي عمي طلع مو مثل ما نحن مفكرين. شو عم تحكي؟ احكي عن مهلك وفهمني. اوه شو بدي اقلك، انا كم مرة بدي اقلك، اوقات كتير المظاهر بتخدع. لا تكوني غبية، اصريتي تضلي هيك. طلع عمي احسن من اللي كنا مفكرينه. لك مين كان بيفكر انه كل هالشي الحلو رح يطلع من هيك بني ادم؟ يعقوب كأنك عم تحكي بالالغاز. عمي يلي اسمه حكمت بيك دفع كل ديوننا. ما عم صدق شو عم تحكي. عمي يا عمي انت عيوني والله، بدي بوسك من بين عيونك. بترجاك تسامحنا على اللي سويناه معك. نورية احكي لك كلمة. ايه يا عمي بترجاك. عنك حسام بيك. رفيق انت قلت له شي ليعقوب؟ لا يا بيك. يمكن هلأ صاروا بيعرفوا إني بالحقيقة رجال غني كتير. أنا طول حياتي كنت بحلم يكون عندي عيلة حبة وتحبني، بس للأسف ومن فترة جاني أحلى خبر بحياتي، إنه وأخيراً لقوا ابن أخي اللي صار لي سنين عم أدور عليه. الدنيا ما وسعتني من الفرح، وأخيراً كنت رح أحصل على الشيء الوحيد اللي بدي إياه من هالدنيا، حضن عيلة دافي. بس لو قلت لكم من الأول إني غني كان ممكن تمثلوا إنكم بتحبوني، مشان هيك خبيت الموضوع، مشان أقدر أعرف فعلاً إذا أنتوا عن جد عيلتي ولا لا. بس للأسف كنتوا خيبتوا لي أملي، ما قدرتوا تنجحوا بالاختبار. حاولت إني فهمكن ودلكن على الطريق الصح بس بدون فايدة. لآخر يوم بعمري ما رح أنسى هالجرح، ما رح طيب منه أبداً. بترجاك تسامحنا، تعال معنا على البيت، أعطينا فرصة تانية لحتى نكفر عن غلطنا. تعرفوا إذا خيروني بين سروتي وبينكن كنت مفضل أخسر سروتي وأربح حضن هالعيلة، بس للأسف من اليوم أكيد تغير هالشي. في عندي سؤال عمي، انت دفعت لنا كل ديوننا؟ ايه. دفعتهم بالرغم من انه عملناك بهي الطريقة؟ ليش دفعت عنا ديوننا عمي؟ يا ابني انت حكيت لي كتير شغلات عن اخي، هالشي بكفي. عمي إذا هيك لا تخلي حبيب قلبك يزعل منك، تعا معنا ولا تخلينا نخسر هالعيلة واللمة الحلوة كله بسبب ضيقة عينك.
ما رح نطلب ولا قرش واحد من عمي. أنا بدي شغلة واحدة بس، إنه عمي سامحني على كل شيء، صلة الرحم والقرابة أمرنا كلنا فيها الله عز وجل، ونحن ارتكبنا ذنب كتير كبير بحق هالشي. خلينا نودعه ونستسمحه. بترجاك تسامحني عمي. الله يرضى عليك يا ابني. رفيق خلينا نمشي يلا. حاضر يا بيك. رفيق مور حسان بيك، مصاريف دراسة أولاد يعقوب تندفع كلياتها هيك لحتى يتخرجوا من الجامعة. حاضر يا بيك. وكمان بدي إياك تحط مبلغ محترم بحساب يعقوب بالبنك. قدي بتحب يكون المبلغ؟ 200,000 ليرة. تمام يا بيك. والأهم من هاد كله، بدنا نعدل الوصية. هلأ رح نأسس جمعية، وهالجمعية رح تدول على عيال المتفرقة وتجمع بيناتهم. بدي ثروتي كلها تنتقل لهالجمعية. حاضر يا بيك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.